الناس خصوا جوائز لكبار صحفيين مثل جائزة بوليتزر، وتدريجيا مثل جائزة تاعنا يعني جائزة رئيس الجمهورية، وإن شاء الله في المستقبل لما لا نأسس جائزة، فكروني عليها هذه نديروها إن شاء الله. لا لا كتب ربي، فكروا نديروا جائزة لأحسن إعلامي رياضي لما لا، وتستاهلوا، دونك نفكروا فيها في المستقبل ننشئوها. قلت قالوا إذن كل كما نقولوا حنا بالدارجة أعطي الخبز للمواليه ولا كيفاش يقولوا الخبز للخباز راه مش عارف. دونك هذه هي الفكرة، بداوا الصحفيين شافوا فيه انحراف، هذه منذ الأربعينيات والخمسينيات، في انحراف في وسائل الإعلام. ليه؟ لأنه كل الناس تسعى إلى الوصول لوسائل الإعلام بهدف التأثير، يدخلوا أصحاب النفوذ، أصحاب المال، أصحاب السلطة، أصحاب كذا، للتأثير في الرأي العام. ولو صحفيين بيناتهم داروا ميثاق شرف، هم داروه منذ الأربعينيات، مش عيب اليوم إحنا نعود نرجع إلى الأربعينيات، مش عيب وندير ميثاق شرف رغم وجود القوانين وموجود مواثيق أخلاقية المهنة وموجود إلى آخره، ولكن مش عيب أننا ندير ميثاق لأخلاقية المهنة لأخلاقية الصحفي الرياضي، ونسعى جاهدين للالتزام به.